بجد تحيه من جديد لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم المقر النادي الاهلي بالجزيره وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي. وسعدنا يكون معانا الناقد الرياضي طبعا الاستاذ محمود شوقي اللي هنتكلم معاه طبعا على المؤتمر وحديث الكابتن محمود الخطيب والحقائق الكثيره جدا اللي كان كل جمهور النادي الاهلي والراي العام منتظر ان هو يسمعها من القيمه الكبيره والاسطوره الكابتن محمود الخطيب. استاذ محمود طبعا برحب بيك في البدايه. الحقيقه النهارده يمكن يوم قوي جدا في تاريخ النادي الاهلي لان الكل كان عايز يسمع النهارده من الكابتن محمود الخطيب بيشوف كل الاطراف الامور كانت ازاي لان الصعوبات كانت كبيره جدا. تلقيت الامر ازاي؟ الكواليس شفتها ازاي؟ وفي حقائق يا محمود على ما اعتقد بنسمعها لاول مره النهارده. انا في اعتقاد ان هو مؤتمر كاشف. ربما يكون واحد من اهم المؤتمرات اللي اتعملت في السنوات الاخيره. الكابتن محمود الخطيب كعادته له كاريزما خاصه، ده على جانب، لكن الجانب الاخر النهارده استعراض لكل التفاصيل، كل الخطابات، كل المستندات، وحديث بالاسماء وبالاشخاص وبالمؤسسات. حديث بشكل واضح جدا عن الاتحاد الافريقي، بشكل واضح عن اتحاد الكره المصري وتقصيره الهائل والواضح والمكشوف في ملف ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي باعتباره رائد القاره الافريقيه، تاكيد الكابتن محمود الخطيب على انه ضروره ان الاتحاد الافريقي يتحمل مسؤولياته في تطوير المسابقات الافريقيه، إعداد لوائح خاصة بشكل واضح جدا لكل بطولة قبل ما تبدأ أسوة بأوروبا، التأكيد إن أفريقيا مختلفة عن أوروبا في حاجات أخرى، فما ينفعش إن إحنا نعمل مقارنات. إحنا نمشي في أوروبا في التطوير لكن ما نمشيش في بعض الحاجات اللي تضر بالقارة الأفريقية. تأكيد الكابتن محمود الخطيب على بعض المحادثات الهاتفية بينه وبين بعض المسؤولين بشكل واضح، السيد هاني أبو ريدة والسيد جمال علام وآخرين، دي تأكيد مهم جدا وتفاصيل مهمة. في اعتقاد ان هو مؤتمر ناجح يؤكد ان الاهلي لم يقصر في ملف ازمة افريقيا. يا كريم خلينا نتكلم، لان النادي الاهلي ومجلس ادارته تلقى كثير من الطعنات، كثير من الانتقادات، ولو كانت الانتقادات في محلها الجميع بيتقبلها وينتقد وده شيء مسموح للجميع، لكن ما قاله كابتن محمود الخطيب النهارده يؤكد ان مجلس ادارة النادي الاهلي لم يقصر في ملف الدفاع عن حق الاهلي، لم يقصر في مخاطبة كل المسؤولين، مخاطبة كل الهيئات الحكومية وغيرها، وبالتالي تعظيم سلام لكل من يحاول الدفاع عن ناديه. ولازم زي ما كابتن الخطيب قال ان احنا نكون النهارده بدال الاصلاح. هو الراجل دايما يؤكد في كلامه زي ما انت سمعت انه مش جاي يلوم على حد او ينتقد حد، وان النادي الاهلي لم يعتاد على الشتائم او الصوت العالي، وده نقطة مهمة جدا، ولكن النهارده هي بدايه الاصلاح، بدايه ان احنا نقول ان الكره الافريقيه بتمر بازمه والكره المصريه كذلك بتمر بازمه. اتحاد الكره وعلاقته بالانديه علاقه غير طيبه، لابد من نحط نقطه ومن اول السطر. بس قبل ما نحط نقطه اول السطر لازم نحاسب المسؤول. كابتن محمود الخطيب اختتم مؤتمره بالتاكيد انه تواصلوا مع السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي حول ترقب نتائج اللجنه العليا الاستشاريه اللي شكلها الوزير للتحقيق في كل ملابسات ازمه نهائي افريقيا. اتمنى انه اللجنه يعني تكون عامله تحقيق جاد، يطلع بتقرير تقرير دقيق، وبعد التقرير الدقيق يطلع قرار بمحاسبه المسؤول، لان لابد ان يكون مسؤول يعني في ظل هذه الازمه وتلك التفاصيل المهمة اللي كشف عنها رئيس النادي الأهلي لابد أن يكون هناك مسؤول. أعتقد أن احنا أمام مؤتمر مهم في توقيت مهم ودعوة للإصلاح، زي ما الكابتن قال أنه الفساد أو الخلل اللي موجود في المنظومة لابد أن يتوقف. شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه طبعا للناقد الرياضي الاستاذ محمود شوقي. الحقيقه النهارده زي ما بناكد ونقول يوم مميز جدا لان الحقائق كشفت للجميع، وده كان امر مهم. بعض الناس تحملت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن النهارده كانت الحقائق واضحه وكافيه وشافيه للجميع. فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون في اصلاح الفتره القادمه. النادي الاهلي بيطلب بحقه، النادي الاهلي ما بيطلبش غير حقه فقط لا غير. فيا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي في كل الالعاب وتحديدا في كره القدم، وخاصة في البطولة الأفريقية النسخة الجديدة بقى إن شاء الله يكون ليها شكل كبير وشكل تاني. يا رب إن شاء الله يكون قادم أفضل للنادي الأهلي.